ايوه انتبه تبالي تبالي عليك تبالي عليك والله معدرس السد العام ابو صالح علوم الصياد علومها عجن يدفن العيون كذح كذح رمل اليوم اليوم اي والله بسبب واحد والله العظيم يا الربع حق الجرى والله ثم والله يا كل كلمة بقولها صدق والله ما استر عليك والله لو انا ما تستر علي يا الربع السنة اللي راحت في مثل ذا الوقت في الصياحة انا حاط لي مخيم دق علي فهد علي علوم كيف الجداول عنده كيف الامور قلت والله فهلا وجد والمطر وخير ويوم امطار امطار الشمس ما شفناها لنا اسبوعين قال جايك طاير من مكة على الرياض باخذ موتر ويجيك حياك الله ما انساها يجي جاني في ليل ويمسي اصبحنا طال عمرك عارف الرواق الرواق ايه؟ الذرة اقسم بالله يا بيت الشعر تحس انه يرفرف بيطير كذح هوا دق اصيح من تحت البطانية يا عيال تعالوا احفلوا بيظهر قاعدين يحفلون من فوق البطانية بكريك ويمسحها ونظهر وكان السنة راحت ماني بالحالي حتى سد الان كان هناك لا خلنا هو في واحد صادفته مرتين ايه ما قبلت مرة ما قبلت انت اللي قبلت واسمعني ودفن دفن الين اقفى موترة يوم جاك ابو العطايا طال عمرك ما شاء الله براقه ورعاده ما شاء الله تبارك الله يوم قامت الدنيا مغسل الغبار يوم مشى يوم مشى يوم جا البارح 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 ذا اللي مو هو ببعيد ذا ذي علي انا في الصياح دت وينك قلت موجود مرحبا بك والعشا والب ويتعشون ويرقد وقمنا نفس القوم هالسنه راحت بالمسحاه وبالحفر والذرة يلعب شو مشكله بعلمك بس تكفي بس ما نبغى نتعلم نبغى المشكله ايش بعلمك حاجه تكفي ورب الجلاله والله البيت اللي بناه الله اني طالع من مكه شمس وصلت المزاحمية قلت طال احمد الرحيم فكيت الخاص حق عيال عمي امطار بدون بروق بدون رعود اشوف المطر فجاه بدون مقدمات ما اصياهد كبدي متفطرت عليها ما عمري جيت لها مرتين وجوان الايام اللي راحت ما عمري جيت لها مرتين السنه راحت يوم جيتها اهرج في اوروبا يطلع ضباب لا هنا يطلع التراب الله يكرمك اعطش غبره من اللي جانا قلت ان شاء الله السنه هذه وجيهم الجو مجزينا اول ساعتين تعشينا بدت تجينا لافح تنم اللي تسوي كذا اصلا وصلت هذا الشقه وانا كذا سافي والله من السافي وانا مسوي كذا وانشدح على الساعه 4 على عرفت الصوت ذا صوت الضيق وال والغبنه قطت الموتر الموتر يحفلك فرات الصوت اللي عرفت هذي صوت الموتر ينزل علي الحرام واسبوعين الجو ما احلى منه ابو سعد يجيني دايم يا ولد اجواء حلوه ابو سعد يجي مكاني يضبط اموره ما شاء الله الدنيا بالوجيه انا ترى مستمتع واصل والله الله يرضى عليك لا انا بك بس شاهد لو يعني تنفضني والله. اليوم العصر تعجج الرياض يومين من الغضب انا والله جلست انا وياه في الصياح ثلاث ايام رح اذكر انك طلعت اي رحت والله عند كحيل انا ابو صالح الاجواء حلوه الاجواء طيبه ورذاله المطر والانفس طيبه خير والانفس طيبه والعلوم طيبه نواميس والكبسه طيبه لكن نواميس انا اصدقكم القول الرجل هذا اذا طبخ بتاكل فوق طاقتك اللي يعني ما كلا انا ما اذكر اني اتحداه انه ما ياكل خليني بعلمك اتحدى فهد فارع ما ياكل يا شيخ درفت في الصحن درفته انا مسوي كرع انا مسوي على بالي وش هو شيخ المراجل ذاك اليوم البارح ذا البارح عزلت شيخ المراجل قبلنا اليوم ما اقلط معكم كنت ولا اقلط معكم وزن الدله هذول عودتها بلدام مجل دليدام طال عمرك الصحون الجود والدواء الصحون خذناها على طول على الدرج ما يحتاج غسيل نظفها من جدك شوف القريص يا ابوي والله عطري من كود ومعك عدل الحرام اللي جالس معنا بعد الحلقه روح لا تفوكس مش اجل سيرت على ابو صالح في الصياد يا ابو سعد